لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. وما وقع في 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 وادزم وقع في كثير من المدن والقرى الصغيرة، والناس سمعوا شافوا وتقوم شاو، وقولوا لي علاش غيبدلكم في المستقبل إذا شافوكم؟ ردوا البال، ما تمشيوش توليو مشطونين بالخزعبيلات بحال هذوك اللي سبقوكم بالصباغة ديال الواجهة، بالتوجيهة، بالأمور السطحية. ثم ديروا الحاجة المعقول اللي فيها المصلحة الحقيقية ديال البلاد ديال المواطنين. راهو ما كيشوفوا، راهو وخا تسمعوهم، وخا يديروا عليكم الاخرين الخصوم ديالكم ضجة إعلامية وهذا إلى آخره، ولو يوقع اللي وقع، راه كاين فرق بين الصلاح والفساد، كاين فرق كبير. الناس كيميزوا كيعرفوا مزيان اللي هذاك الإنسان اللي بغى لهم الخير وفيه الصلاح، هذاك الآخر غير راه غير كي انتي. ولهذا كيولي في الآخر الكلام ديال شخص شيء والكلام ديال شخص آخر شيء آخر. خصكم الإخوان تشدوا في هذا الشيء وتمشيوا عليه وتصبروا عليه، ويكون فيكم اللباقة، يكون عندكم اللباقة لازمة باش تقولوا ذاك الشيء اللي بغيتي وتقولوا يكون حق وصدق، ولكن في نفس الوقت ما تجوزوش الحدود وما تربكوش البنيات الأساسية، ما تربكوش الأمور علاش مبنية بلادكم. ماشي غادي تبغي تصلح الدار وتطيح السارية، إذا طيحتي السارية غيطيح عليك السقف، وديك الساعات ما غاديش تلقى حل. وحتى إلا كنتي مهندس كبير، إلا بغيتي تطيح شي نهار شي سارية راه كدير لها واحد الاحتياطات كبيرة. المهم السقف يبقى سقف. وكان الدكتور الخطيب الله يرحمه كيوصينا وكيقول هذه الكلمة، هذه تيقول شوف الملكية هي المكب، مش تيقولش السقف، هو هي المكب اللي مغطي علينا كاملين. بعد الله سبحانه وتعالى الدين ديالنا والوطن ديالنا، كاين الملكية ديالنا وكاين الملك ديالنا. وهذا ماشي معناه، لأن الملك ماشي إله. الملك راه إنسان، يمكن أن يصيب، يمكن أن يخطئ، يمكن لينا نقولوا له شي كلمة اللي كنراجعوه فيها بشي حاجة، ولكن بالصواب اللازم. هذا الكلام، هذه وصية ديال الحسن الثاني الله يرحمه. سولوه قالوا له واش يمكن لنا ننتقدوا الملك؟ قال له يمكن، ولكن بالأدب اللازم، لأنه هو في نفس الوقت الرئيس ديالنا السياسي، ولكن كذلك هو الرمز ديال بلادنا. حاولوا تفهموا هذا الشيء، راه دقيق، هو الرمز ديال بلادنا. من قبل القبائل، ولما لقاو الشريف معاهم كبروا به وتهلاو فيه وزوجوه وردوه القصر ديالو، فهمتي؟ ولا معزز مكرم، لان هذاك عليه بعد الله مبنية الدولة. نكون معكم صريح، واني واحد بوحدو قلنا لهم سمحوا لي
يكون الإنسان مستشار ولا يكون وزير ولا يكون عنده الغاز ولا يكون عنده بوطاغاز ولا يكون عنده بحال بحال. حنا ما داخلينش لسوق الغزل، لكننا داخلين لسوق الغزل نردوا البال للتجار. هذه راه السياسه والشان العام. والتجار ماشي كلهم صالحين، منهم الصالح ومنهم الطالح، وبزاف منهم ناجح لان الدوله كتعاونه. خليونا نكون واضحين، هادشي كلشي عارفه، وان المهم هو كيفاش تدير باش تدفع بشويه بشويه في الاتجاه الصحيح. وحنا الاخوان رحنا قمنا بدور سياسي تاريخي. دور سياسي تاريخي. ساهمنا في الاستقرار ديال بلادنا فوق ديال الاخطار. ماشي دابا اللي كاين مشكل في مدينه واحده ونطلب الله سبحانه وتعالى أنه ينتهي هذاك المشكل نهاية سعيدة بحال اللي قلت البارح على يد جلالة الملك إن شاء الله. لا، وقت اللي كانت العافية مشعولة في 50 ولا 60 مدينة ساهمنا وما زالين مستعدين نساهم. هذه المرحلة غنفوتوها إن شاء الله الرحمن الرحيم. وإني إذا كنا قادرين على أن نتجاوز المحن ونتجاوز الابتلاءات إلى حد الآن رغم الصعوبات، رغم أن المرحلة صعبة وقاسية وبقي ما انتهتش، ما عرفناهاش باش غتنتهي، رغم أنها صعبة علينا نحن في العدالة والتنمية، إن الحال بحال كافة البشر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نتبع أنفسنا هواها، ألا نتبع أنفسنا هواها، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، بل أن نلزمها أن تسير في الاتجاه الصحيح. كان من الممكن من بعد ديك المرحلة الأولى ندير تصريحات، كان من الممكن تكون النتيجة ديالها اختلاف ديال الحزب والافتراق ديال الناس مع بعضياتهم. كان من الممكن نمشي نجلس في الدار ديالي وغير نصنت العظامي ما نبقاش نشارك في أي شيء. تحاملت على في التفاصيل وما نعرفش غيوقع ملي ندخلوا في التفاصيل. قلت الاخوان لا، نتيجه وحده كاينه في هذا الشيء، لا دخلنا في التفاصيل ما غنخرجوش، نساو هذا الشيء كامل. حنا كنثقوا في النوايا الحسنه ديال الاخوان ديالنا، هذا هو المهم. نتجاوزوا هذه المرحله، لانه اليوم حنا حزب العداله والتنميه. العداله والتنميه اليوم هو الحزب الاول في البلاد. متفقين، هو الحزب اللي عنده اكبر عدد ديال النواب البرلمانيين واكبر عدد ديال الوزراء، متفقين، ولكن خصوصا هو الحزب اللي كيمثل الامل ديال البلاد. الا كنا غنمشيو في اتجاه ديمقراطي، لا كان شي اتجاه اخر اللي غادي الاحزاب فيها تهماش ولا تلغى ولا ماشي مشكل. حنا راه حنا ماشي حنا رحنا كنعتبروا بلي المشاركة ديالنا في هذه الحكومة تضحية من العدالة والتنمية. العدالة والتنمية ما كانش سهل عليه أنه ينجح في الانتخابات الأولى والثانية تحت القيادة ديال عبد الإله بن كيران ويتعفى عبد الإله بن كيران ويعاود يعطي شخص آخر يكون منه يترأس الحكومة. هذه القضية ما كانش سهلة على العدالة والتنمية، كانت مكلفة، كانت مكلفة، كانت مكلفة على المواطنين، خصوصا أن هذه الحكومة دخلها الحزب اللي تحدى أنه ما يدخلش
مع ذلك صبرنا وزدنا. الشر ما كانش سهل. إلا كان اليوم مطلوب باش تمشيو في حالتنا باش يجيو شي صنف آخر من المواطنين لأنهم هما أحسن منا كسياسيين، حنا ما عندناش مانع يجيو شوفوهم علاش قادين، ولكن حنا ما طلقينش لأن عارفين بلي البلاد اللي غادي يسيرها بجوار جلالة الملك هما السياسيين الصادقين، وحنا كندعيو باننا ولله الحمد منهم. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الان.